فاق الإنتاج الوطني للحوم البيضاء عتبة 5 ملايين قنطار سنويا، رقم لم يسمح بالتحكم في بورصة أسعار الدجاج التي أضحت كبورصة أسهم السوق الصاعد، أسعارها في ارتفاع مستمر. حمل الدجاج 37 38، الزوالي مات يزيد يلا 35 40، وجملة شعبتي الشعب يكريفي موت. تجيب 1500 انت على الدريت تشري الدجاجات، واش تقبلني 1500 في الشهر؟ إعفاء المربين والمنتجين في شعبة الدواجن من الضريبة على القيمة المضافة لأعلاف الدواجن، إجراء حكومي لم يحقق هدفه المنشود، ويتضح ذلك جليا من خلال الارتفاع الملحوظ الذي تشهده أسعار الدجاج هذه الأيام. أسعارها غالية، قلنا بوليس اللي يجيب كما تحكي 3 ملايين ولا 2 ونص سما امبوسيبل باش يقدر ياكل هذا الصوالح. يلزم يكون 20 22 ما يفوتش. اسعار الدجاج لم تستطع خفضها لا الاعفاءات الضريبيه ولا قضيه صرع وسعق الدجاج ولا حتى حمله المقاطعه التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي. حنا كانوا يبيعوا لنا الدجاج ب 15 ميل، ندو شويه تاع البينيفيس تاعنا ونبيعها ب 17 ميل، بصح المشكل كي تليفريك ب 36000، شحال راح تبيع لهم هذا؟ شكون هذا اللي متحكم في الدجاج هذا؟ الله أعلم. هل ستنخفض أسعار الدجاج أيها التاجر؟ سؤال طرحه وزير التجارة خلال إحدى زياراته الميدانية إلى ولاية البويرة، سؤال كان يفترض أن يطرحه التاجر على الوزير وليس العكس. ولي بريم بعد يعطى ولا؟ الرونشير طالع بزاف. وفرة في المنتوج وارتفاع في الأسعار، تناقض كشف خللا في معادلة العرض والطلب.